مشاهدينا، تعتبر الحروب من أكثر التجارب الإنسانية قسوة، وغالبا ما تترك أثرا نفسية عميقة على الأفراد الذين عاصروها، حيث تتنوع التأثيرات النفسية لإصابات الحروب، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على الحياة والعلاقات الشخصية. للحديث حول الموضوع ينضم إلينا الاستشاري النفسي دكتور إبراهيم عتريس. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. بداية، اضطراب ما بعد الصدمات أو بعد الصدمة، ما هي الأعراض لهذه الاضطرابات وكيف يتم تشخيصها؟ الاضطراب كرب ما بعد الصدمة من اضطرابات شائعة الانتشار. أنا حتى نقيل أن في مرحلة الشباب نصف الشباب بيتعرضوا لموقف صادم تعرض له في حياته، وفيما بعد إن لم يتطور الاضطراب يشفى تلقائيا منه أو يشفى ذاتيا. اضطراب كرب ما بعد الصدمة وفقا للدليل التشخيص والإحصاء الخامس الصادر من جامعة طب النفس الأمريكية تشخيص أمراض النفسية، به حوالي 8 محكات عشان يتشخص. ولكن قبل ما نبدأ، عشان نشخص الاضطراب لازم الإنسان يتعرض أولا لحدث صادم. الأعراض بتتطور في حوالي 3 شهور. لو الأعراض تطورت في 3 شهور واستمرت لمدة شهر يبدأ تشخيص الاضطراب. أول حاجة من محكات التشخيص اللي هو التعرض للحدث الصادم، سواء كان الإنسان جاله موقف احتمالية الموت فيه، أو أن تعرض لإساءة جنسية أو أذى جسمي بأحد الطرق أو مجموعة من الطرق التالية. الطريقة الأولى أنه هو يكون فعلا تعرض لموقف موت ونجا منه. الحاجة الثانية يكون شاهد موقف موت قدامه من حد من المارة في شارع في كذا في حرب إلى آخره. الحاجة الثالثة أو الطريقة الثالثة يكون سمع أحد أفراد عائلته أو أحد المقربين أن يكون تعرض لموقف موت أو حدث صادم. وفي بعض الحالات اللي هي الطريقة الرابعة اللي هم زي الأطباء والمسعفين والمحاربين اللي هم بيجمعوا أشلاء الموتى والجثث، أو ضباط الشرطة اللي شغالين مثلا في شرطة الأحداث اللي بيتعرضوا لقصص تعذيب كتير جداً لبعض الأطفال. طبعا الحاجات دي لازم تشاف أو تسمع أو ترى بشكل مباشر وليس عن طريق التلفاز أو المواقع الإلكترونية. المحك الثاني لتشخيص اضطراب كرب ما بعد الصدمة هو الإقحام. يعني إقحام بعض الأعراض، زي لازم يكون متوفر فيها واحد على الأقل من الأعراض التالية. العرض الأولاني يكون الإنسان بيجيله ذكريات مؤلمة ومقحمة للحدث الصادم، رغم أن الحدث عدى ومر منه إلا أن يكون بيجيله ذكريات دايما مؤلمة عن هذا الحدث الصادم. الحاجة الثانية صعوبة تذكر شق كبير جدا من الحدث الصادم، الأفكار السلبية للحدث الصادم والمشاعر السلبية إلى آخره. الحاجة الثالثة أو الرابعة إن الإنسان بيحصل له فرستريشن أو الإحباط نتيجة إن بس يتذكر أو يتعرض لمثير خارجي أو داخلي لحدث الصادم. آخر حاجة أو الحاجة الرابعة اللي بعد كده من ضمن المحكات اللي هو التجنب، تجنب المثيرات الداخلية للحدث الصادم زي الأفكار والمشاعر وإلى آخره، والمواقف الخارجية أو المثيرات الخارجية زي الأماكن الأشخاص المواقف إلى آخره. من ضمن المحكات التشخيصية بيسموها الروزل أو الاستثارة، بنلاقي أن الشخص المصاب باضطراب كرب ما بعد الصدمة عنده سلوك غضب عدوان ينفجر مرة واحدة، مع أنه هو مش متعود أن هو يعمل حاجة زي كده. عنده اللي هو اليقظة، تلاقي لما تيجي تسأليه عن موقف معين لك يعني في تلاقي حدقة العين توسعت بشكل كبير، تصرف غريب بيكون عن غريب، كل تصرفاته مألوف. غريبة، عشان كده نحكم عليه أنه هو فعلا إنسان مضطرب. نلاقي عنده مشكلات في النوم، مشكلات في التركيز مع خاصة لو طالب أو كذا. من ضمن محكات التشخيص أن يكون كل الأعراض اللي مضت بتمر عليها شهر بعد حدوث، يعني بتستمر لمدة شهر
بعد حدوث الحدث الصادم اقل حاجه بثلاث شهور. يعني في مراحل بتمر على الشخص من هذه الاعراض وطرق التشخيص. اكيد ان هناك يعني ايضا نقاط كثيره يمكن الحديث عنها بموضوع محاكاه التشخيص، ولكن بعد هذه المرحله التي يمر بها الشخص وبعد ما عاش هو يعني التجارب التي مرت عليه، ما هي العلاجات اليوم المطروحة؟ متى يتم العلاج؟ بعد أي مرحلة بالتحديد؟ إحنا بعد ما يتم التشخيص زي ما قلت لحضرتك بعد شهر من استمرار الأعراض يبدأ يتم التشخيص عن طريق الطبيب النفسي والمقابلات والأدوات التشخيصية. يبدأ بعد مرحلة التشخيص مرحلة العلاج، وطبعا إحنا عندنا علاجات متنوعة كتير تناسب طبيعة كل ثقافة وطبيعة زمنة الأعراض الموجودة عند كل مريض. وأشهر هذه الأنواع من العلاجات العلاج المعرفي السلوكي، بخاصة العلاج المعرفي السلوكي المركز على الصدمة ويختصر له بالتي اف سي بي تي، وده بيحاول يغير أفكار السلبية ويكسب المريض أفكار إيجابية كتير عن الحدث الصادم اللي مر به، وبيعلمه مهارات جديدة يواجه بها الضغوطات والصدمات. من ضمن العلاجات العلاج بالقبول والالتزام. أنت عندك أفكار سلبية تتعلق بالحدث الصادم، سنقبلها، ولكن يمكن تعليمك مهارات جديدة وأن الحياة فيها حاجات جديدة وأفكار إيجابية جديدة تواجه بها الضغوط. من ضمن العلاجات العلاج بالتعرض، وهو علاج سلوكي بحت، بيكون في التعرض عن طريق الخيال وعن طريق الواقع. عن طريق الخيال بيسرد فيه الحدث الصادم وبيحاول المعالج ان هو يعالج النقاط المتواجده في كل نقطه من الحدث الصادم. والعلاج بالواقع بيشوف المؤثرات الخارجيه المرتبطه بالحدث الصادم اللي ذكرناها، اللي هي الاماكن، الاشخاص، المواقف الى اخره، وبيحاول نسبيا ان هو يعالج اثار الحدث الصادم المرتبط بها. من ضمن العلاجات ايضا اللي هو العلاج الاسترخاء او الماسل ريلاكسيشن، واشهرهم طبعا جاكيبسون. دي طريقه يعني ممتازه، يعني اثبتت الدراسات فائدتها وجودتها في علاج الصدمات لدى المرضى. واخيرا وليس اخرا تسكين حركه انعيل لشبيرو، وطبعا المنطق او اللي وفر العلاج ده ان الانسان طول ما هو بيفكر في الحدث الصادم عينه بتتحرك. فشبيرو استخدمت حركة العين دي، قالت بقى أنا استغلها في أن أعالج الأفكار والمشاعر السلبية المرتبطة بهذا الحدث. حلو. طيب يعني هذه العلاجات أيضا يعني بنعرف الشخص أنه اللي عنده اضطراب ما بعد الصدمة الأكيد يعني بحاجة إلى دعم ولا مساعدة طبيب مختص في هذا الموضوع حتى يطلع من هذه الصدمة. طيب إلى أي مدى ممكن تأثير المجتمع ودعم يمكن البيئة المحيطة بهذا الشخص ممكن تساعده أنه يطلع من الوضع اللي هو فيه؟ طيب إحنا عندنا المجتمع أولا لازم يعالج موضوع الوصمة أو الاستجمة الخاصة بالمريض اللي هو مرض الكرب واضطراب ما بعد الصدمة. دوره كبير في توعية المجتمع وقبول هذا المريض. الحاجة الثانية توفير العلاج المجاني أو المدعوم في كليهما، توفير دخل ثابت أو شبه ثابت لهؤلاء المرضى، دعم هؤلاء المرضى في النواحي الجماعية زي مثلا الهلال الأحمر أو الصليب، فدول لهم دور برضو في دعم المريض. عندنا جماعة الأصدقاء لهم دور كبير جدا في تعزيز العلاج وتعزيز المريض. عندنا كمان الأهل والأسرة المريض بيساعدوه، بيقولوا أنت قوي وأنك تقادر تثبت وجودك إلى آخر. طيب سؤال هيك كمان يمكن مهم لهؤلاء الأشخاص، كيف ممكن أنهم يعترفوا أو هل هناك من تحديات معينة تواجههم بالاعتراف أنه هن عندهم صدمة نفسية وأنه يطلبوا المساعدة؟ ما هي هذه التحديات؟ أول التحديات اللي بتواجه المريض النفسي بشكل عام ومريض كرمة بعد الصدمة اللي هي الوصمة. هو خايف أن يتقال عنه أنه هو مريض نفسي، خايف أن ينبذ من المجتمع، خايف أن ما يكونش له دور في المجتمع، دور فعال. ده أول تحدي. التحدي الثاني أنه هو أين يجد العلاج، الأماكن المتاحة للعلاج.
التحدي الثالث تكلفة العلاج، هل هو معه تكلفة العلاج ولا ليس معه تكلفة العلاج؟ التحدي الرابع، طب هل هذا العلاج فعال ولا غير فعال؟ التحدي الخامس، ان في كتير جدا اساسا يعني لديه عدم المعرفة بان هو اساسا مريض نفسي، اللي هو عدم الاستبصار بطبيعة مرضه النفسي. من ضمن التحديات، طب لو خد أدوية نفسية، كثير منهم يقول لك الأدوية النفسية هتأثر عليا في حاجات كتير في الحياة، لا شك لها أثار جانبية ولكن أثار محدودة يعني مقارنة بفائدة العلاج اللي هيطلع منه. على العموم نتمنى يعني دائما انه الدول وخاصه مجتمعاتنا واليوم الوضع يلي عم نمر فيه انه ياخذوا هالموضوع بمحمل الجد، يعني ان شاء الله بعد انتهاء ايضا الحرب ومساعده ودعم هؤلاء الاشخاص بكل الطرق الممكنه، ودائما الاسر والمجتمع تكون متفهمه لهذه المواقف لانه كلنا تحت الصدمات يمكن لا شك. اليوم يلي على الارض موجود او يلي بعيد ايضا. يعني في يعني الصدمات قد تتطور بعد 20 سنه صح، يعني بالفعل في ناس كثير يعني وتظهر اعراضها بعد سنوات كثيره، 20 سنه، ولكن زي ما اتفقنا المحك انه يعدي على الاعراض شهر. انا بدي اشكرك على كل حال دكتور ابراهيم عتريس الاستشاري النفسي، شكرا جزيلا لحضورك معنا.